الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعتهم، تنعقد إمامته، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه لعمر. عمر ما اختارها أهل الحل والعقد، إنما ولا يحتاج إلى هذا، لأن أبا بكر اختاره وعهد إليه، فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنه، سمعوا له وأطاعوا.